كده اتحجز يوسف في المستشفى، والنهارده سابع يوم ليه، ولا عايز ياكل ولا عايز يشرب ولا حتى بياخد العلاج ولا بيكلم حد خالص، وحاول الانتحار اكتر من 3 مرات في المستشفى. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. جديدة مش كده؟ انا الممرضة الجديدة، ربنا يسلمك. هذا مش كده؟ ايوه هذا مش كده. الحمد لله. طيب النهاردة معرفتك على كل حاجة نعملها يعني. وهنا كانت بتدير العيال، وهي أكتر واحدة كان بياخد منها الدقايق.
كل مره تطرح عليه هذا السؤال قبل النسخ. يوسف ما كانش بينام الا 3 أو 4 ساعات بالكثير، وكان بينام من الساعه 12 لغايه الساعه 4، وكان بيصحى قبل الكل علشان يحاول ينجح. تعال نشوف ايه اللي حصل. Thank you.
فكرتهم الله يرحمهم. سبب سعادتي في الحياة كان نفسها دايما اخش كلية هندسة، كان بتدعي وتقول يا رب عايش لحد ما اشوف ابني مهندس. تفتكر لما ليا حد عايش عشانه بعدها؟ لو سمحت لو عايز انا اكمل من بي سي.
يوسف بدأت يقعد على الموضوع وتعامل معاه. إيمان بدأ يعبر عن مشاعره. وبعد أسبوع تعالى نشوف الوقت. ¿Tenía?